أو يوم الجمعة ستبقى دائما الأجواء مشمسة على كل السواحل، لكن مع هبوب رياح قوية على السواحل الوسطى وكذلك الغربية، ضباب محلي بالسواحل الغربية، أمطار رعدية منتظرة بالنسبة للمناطق الداخلية الوسطى والغربية خلال الظهيرة، خلايا رعدية منعزلة بشمال الصحراء والصورة، ودائما أمطار رعدية موسمية بأقصى الجنوب. درجة الحرارة تبقى مرتفعة على العموم يومي السبت وكذلك يوم الأحد، نفس الوضعية الجوية لكن مع ارتفاع أيضا لدرجة الحرارة تقارب 41 درجة محليا بسواحل الغربية وكذلك الوسطى، تبقى مرتفعة نحو المناطق الداخلية لتقارب 43 درجة، ودائما أجواء جد حارة بوسط الصحراء لتقارب 46 درجة.